بيبدأ الفيلم بطفل عنده 12 سنة اسمه ألكسندر، وبيكون ألكسندر مع عائلته وهم راجعين على البيت في عربيتهم اللي بتكون حالتها سيئة جدا. وبيقول لنا ألكسندر ان حظه وحش جدا وان هو بيحس دايما بالتجاهل من عائلته، وده لان كل واحد منهم مهتم بحياته ومحدش فيهم بيسمع له ولا بيهتم بمشاكله. وبيكون كوبر ابو ألكسندر عطل عن العمل من شهور، وبيكون هو اللي بيهتم باخوه الصغير اللي اسمه تريفور لما امه بتكون في الشغل. وبتكون كيلي ام ألكسندر بتشتغل في شركة نشر كبيرة، وبيكون ما عندهاش اي وقت لرعاية ألكسندر او اي حد من اخواته، وده لان هي بتشتغل حاليا على تأليف كتابها الجديد للاطفال. اما انتوني اخو ألكسندر الكبير بيكون مصاحب بنت زميلته في المدرسة اسمها سيليا، وبتكون واخدة كل وقت واهتمامه لدرجة ان هي بتطلب منه تروح حفلة المدرسة العربية ليموزين. فبيقرر انتوني ان هو يطلع رخص القيادة في اسرع وقت علشان يقدر يأجر عربية ليموزين وما يزعلش سيليا صاحبته. وبيقول ألكسندر ان اخته ايميلي بتقضي كل وقتها في التدريب على دور ليها في المسرحية، والمسرحية دي هتقدمها في حفلة المدرسة. وحتى تريفور اخو ألكسندر الصغير بيكون مشغول عنه لانه بيعيط اغلب الوقت. وبيقول لنا ألكسندر ان النهاردة كان يوم وحش جدا بالنسبة لهم كلهم، وده لان اخو تريفور بيكون وشه كله متغطي باللون الاخضر، وبيكون انتوني لابس بدلة شكلها غريب جدا، واخته ايميلي لما بتنزل من العربية قدام البيت بيبان عليها ان هي تعبانة جدا. وهنا ألكسندر بيقول ان كل ده حصل بسببه هو. وبعدها بيروحوا كلهم عند باب البيت وبيفتح كوبر الباب وبيشوفوا كلهم شيء مخيف جدا جوه البيت، والشيء ده بيخليهم يصرخوا من الخوف وبيقفلوا الباب بسرعة. وبنروح لليوم اللي قبله، وبيصحى ألكسندر من نومه وبيلاقي دعوة على الانترنت لحضور حفلة عيد ميلاد تاني يوم، وبتكون دي حفلة زميله الغني والمشهور في المدرسة واللي اسمه فليب. فبيزعل ألكسندر جدا لان هو حفلة عيد ميلاده في نفس اليوم. وبيروح ألكسندر وبيحكي اللي حصل لعيلته، وبيعرفهم ان كده مفيش حد من زمايله في المدرسة هيحضر حفلة عيد ميلاده لان فليب هيكون جايب كل الفقرات والالعاب اللي بيحبها الاطفال اللي في سنه. لكن ألكسندر بيتفاجئ ان اخوه انتوني واخته ايميلي بيعتذروا له لان هما كمان مش هيحضروا حفلة عيد ميلاده عشان كل واحد فيهم عنده مواعيده الخاصة بيه. لكن اللي بيهون على ألكسندر زعله هو ان امه قالت له ان هو هيروح المدرسة النهاردة مع جارته البنت الامورة واللي اسمها بيكي. وألكسندر من كتر فرحته بيقع على وشه وهو راح يركب العربية مع بيكي، وبيكون ألكسندر في قمة سعادته. لكن إليوت اخو بيكي بيبوظ فرحة ألكسندر وبيصوره بالتليفون وبيحط صورته على اشكال لبس بنات. وبعدها بيوصل ألكسندر للمدرسة وبيقابل صاحبه بول، وبيحكي ألكسندر لبول على اللي عمله إليوت. فبيطمنه بول وبيقوله انه إليوت كان بيهزر معاه واكيد مش هينشر صوره على الانترنت. لكن ألكسندر بيلاقي كل زمايله اللي حواليه بيبصوله وبيضحكوا عليه، وده لان للاسف إليوت نشر صور ألكسندر المضحكة والكل شافها. وبيجي فليب وبيفضل يتريق جامد على ألكسندر، فبيتضايق ألكسندر من اللي بيحصل وبيمشي من المكان هو وصاحبه بول. وبيقول ألكسندر لبول ان هو افضل صديق ليه وان هو متاكد ان بول مش هيسيبه يحضر حفله عيد ميلاده لوحده وهيجي يشاركه فرحته واحتفاله. لكن ألكسندر بيتفاجئ ان بول بيقول له ان هو هيروح حفله عيد ميلاد فليب لان بصراحه دي حفله ما تتفوتش. فبيحبط هنا ألكسندر وبيروح على فصله، وهناك المدرس بيطلب من كل واحد من الطلبه ان هو يكتب موضوع عن بلد معين. فبيقول ألكسندر ان هو هيكتب عن استراليا، وده لان ألكسندر بيحبها جدا ويعرف معلومات كتير عنها. لكن المدرس بيرفض وبيقرر ان هو يطبق سياسه العدل في الفصل، وبيمسك مجسم الكره الارضيه وبيلفها وبيقول لهم ان هو هيختار لكل طالب البلد اللي هتقف عندها الكوره، وبتكون دوله جيبوتي من نصيب ألكسندر، اما استراليا فبتكون من نصيب فليب. وبعدها ألكسندر بيكون في حصه العلوم وبيلاقي بيكي واقفه لوحدها، فبيروح لها وبيطلب منها ان هو يشاركها في التجربه اللي هي بتعملها. فبتوافق بيكي وبيستغل ألكسندر الفرصه وبيعزمها على حفله عيد ميلاده. لكن بيكي بتقول له ان هي هتروح حفله عيد ميلاد فليب لان هي حفله ما تتفوتش الصراحه. واثناء ما هما بيتكلموا ألكسندر بينسى نفسه خالص، والنار بتمسك في الكشكول بتاعه. ولما بيشوف ألكسندر نظرات الناس اللي حواليه واللي بتكون مليانه خوف ورعب بيكتشف المصيبه اللي هو على وشك يعملها. فبيحاول ألكسندر يطفي النار لكنه بيولع في اللوحه الكبيره اللي في المعمل، وبيجي المدرس ومعاه طفايه الحريق وبيطفي النار قبل ما تمسك في المعمل كله. وعلشان يكمل يوم ألكسندر اللي كله مواقف بايخه وصعبه بيتدبس ألكسندر في الهامستر بتاع مدرس الرياضيات واللي بيديهوله وبيطلب منه يخليه معاه كام يوم لحد ما هو يرجع من سفره لان هو مسافر. وبيكمل ألكسندر في سلسله المصايب اللي بتحصل له، ولما بيرجع البيت بيلاقي السكته بتاعه اخوه تريفور بتاعه على الارض، فبيطلب منه ابوه ان هو يغسلها. لكن السكته بتعمل ألكسندر في الحوض وبتبوظ، والسكته دي هي الحاجه الوحيده اللي بتخلي تريفور يبطل عياط.
فبعدها تريفور بيفضل يعيط ومحدش فيهم بيعرف يسكته خالص، وبعدها بيتجمعوا كلهم على العشاء علشان ياكلوا، وبيبدأ كل واحد في أسرة ألكسندر ان هو يحكي عن اللي هيحصل معاه تاني يوم. فبتقول بيكي ان في كاتب ومفكر كبير ومشهور جدا هيكون في حفلة خاصة لتقييم كتابها، وبيقول كوبر ان هو عنده مقابلة لوظيفة جديدة، وإيميلي بتقول لهم ان هي هتبدأ في دورها في المسرحية. اما انتوني فبيكون مبسوط جدا علشان هيعمل اختبار القيادة وهيقدر يستخرج رخصة القيادة وياخد سيليا ويروحوا الحفلة بالعربية الليموزين زي ما هي طلبت منه. وبعد ما بيخلصوا كلامهم ألكسندر بيقول لهم ان كل واحد فيهم حياته ماشية كويس وان حياته هو مليانة كوارث، وبيحكي لهم على اللي حصل معاه في يوم النهاردة. لكن قبل ما حد فيهم يرد عليه تريفور بيعيط وبيخليهم كلهم يقوموا علشان يناموا وبينسوا ألكسندر خالص، ما عدا إيميلي اللي بتقرر ان هي تتدرب على دورها في المسرحية، وبتروح عربية امها علشان تبعد عن عياط تريفور المستمر. وبعدها ألكسندر بيروح على اوضته بيلاقي اخوه انتوني لسه صاحي، فبيحاول ألكسندر يتكلم معاه لكنه بيتفاجئ ان انتوني بيتكلم في التليفون مع سيليا صاحبته، فبيتعصب عليه وبيشتمه لان هو قطع اثناء مكالمته. وهنا سيليا بتفتكر ان انتوني بيشتمها هي فبتنهي المكالمه، وبينام ألكسندر وهو زعلان جدا من اللي بيحصل له. وبتيجي الساعه 12 بالليل وبيقوم ألكسندر وبيحتفل بعيد ميلاده مع الهامستر، وبيتمنى ألكسندر ان عيلته تعرف معنى كلمه يوم فظيع وكله كوارث. وبينام بعدها ألكسندر، وتاني يوم الصبح بيصحى اول واحد في البيت وبيروح يصحي ابوه وامه، فبتتخض كيلي وبتقوم مفزوعه من نومها علشان هي صحيت متاخر، فبتلبس هدومها بسرعه وبتروح شغلها. لكن كيلي بتشوف بنتها ايميلي وهي في سريرها، وبيظهر ان ايميلي عندها برد بسبب قعدتها في العربيه طول الليل. اما انتوني فكلهم بيسمعوا صوته وهو بيصرخ في الحمام، وده لما هو شاف الحبايه اللي ظهرت في وشه، وبيفضل يندب حظه لان ده حصل في يوم حفله التخرج. وبعدها كيلي بتركب عربيتها وبتتفاجئ ان بطاريه العربيه فضيت، وده لان ايميلي سابت نور العربيه شغال طول الليل. فبترجع كيلي للبيت وهي في قمه غضبها، وبتضطر ان هي تركب معاهم عربيه جوزها كوبر. وبعد ما بيوصل كل واحد من اولادها لمدرسته وبتروح هي على شغلها، وهناك بتتفاجئ كيلي ان في غلطات مطبعيه موجوده في كتابها، وده بيبوظ المعنى المقصود للكتاب بالكامل. وبتعرف كيلي منين رئيستها في الشغل ان الشركه قدرت تلحق نسخ الكتاب قبل ما تنزل السوق، لكن المشكله دلوقتي في الكاتب المشهور اللي هيقيم الكتاب في معرض من معارض الكتب. فبتطلب منها نينا ان هي تحاول تلحقه قبل ما يقرا الكتاب قدام الصحافه وتبقى فضيحه. فبتاخد كيلي العجله بتاعت زميلتها في الشغل وبتروح بسرعه على المعرض، وهناك بتحاول كيلي ان هي تتكلم مع الكاتب المشهور قبل ما يقرا كتابها، لكنها ما بتعرفش تعمل كده بسبب الصحفيين اللي موجودين في المكان. وبيمسك الكاتب المشهور كتاب كيلي وبيبدا يقرا للاطفال والامهات اللي موجودين، وبالرغم من ان كيلي بتحاول تشاور له وتفهمه لكنه ما بياخدش باله، وبيقرا الكلام اللي جوه الكتاب بالغلطات المطبعيه اللي فيه، وده بيخلي الامهات تسد ودان اطفالها لان الكلام اللي هو بيقراه بيكون ليه معاني خاصه بالبالغين. فبيتعصب الكاتب المشهور وبيحمل كيلي مسؤوليه كل اللي بيحصل. وفي الوقت ده بيكون انتوني مع سيليا في المدرسه، لكن سيليا بتكون زعلانه منه بسبب الكلام اللي سمعته منه بالليل في التليفون، فبيعتذر لها انتوني وبيعرفها ان هو كان بيواجه كلامه لاخوه ألكسندر. فبتقتنع سيليا بكلامه وبتسامحه، فبيجري انتوني هو فرحان ومبسوط جدا، ومن كتر فرحته بينط في الهواء وبيوقع اليافطه والدواليب اللي فيها الجوائز التذكاريه الخاصه بالمدرسه. وفي مدرسه ألكسندر الكل بيعرف ان فليب زميلهم اتصاب بالجدري وصورته منشوره على الانترنت وحفله عيد ميلاده اتلغت، وده معناه ان ألكسندر هيقدر يعمل حفله عيد ميلاده النهارده وكل اصحابه هيكونوا موجودين. ده غير ان ألكسندر بيعرف ان مديره المدرسه عاقبت إليت اخو بيكي علشان نشر صور ألكسندر على الانترنت، فبيفرح ألكسندر جدا وبيحس ان الحظ ابتسم له اخيرا. وبتزيد فرحه ألكسندر لما بيقابل زميلته بيكي وبيعزمها على حفله عيد ميلاده وهي بتوافق. وبعدها ألكسندر بيقابل اخته ايميلي وبيعرف منها ان الدكتوره بتاعه المدرسه طلبت منها تقعد في البيت لحد ما تخف، وده معناه ان هي مش هتقدر تمثل في المسرحيه النهارده. لكن ألكسندر ما بيشغلش باله بيها، وبيتصل بابوه وبيحكي له على اللي حصل، وبيطلب منه يعمل له تجهيزات حفله عيد ميلاده لان كل اصحابه هيحضروا الحفله. وبعدها كوبر بيروح المقابله الخاصه بالوظيفه الجديده وبيكون معاه ابنه تريفور، وهناك كوبر بيقابل اصحاب الشركه وبيتفاجئ ان هم شباب صغيرين في السن، لكنه بيعرف منهم ان هم قروا السي في بتاعه وعجبوا بيه وان هم محتاجين عنصر خبره في شركتهم، وبيفضلوا يتكلموا شويه في تفاصيل الشغل، لكنهم بيتفاجئوا ان تريفور بوظ وشه بالقلم. فبينهي كوبر المقابله وبياخد وعد من اصحاب الشركه ان هم يتصلوا بيه. وبعدها بيروح كوبر علشان يجيب ابنه انتوني من مدرسته، وبيعرف ان هو اتفصل لمده اسبوع بسبب اللي هو عمله، وبيروح لمدرسه ألكسندر وايميلي علشان يوصلهم للبيت هم كمان. وقبل ما يتحركوا من قدام المدرسه بيجي مخرج المسرحيه وبي
بيقول لي إيميلي إن هو قدر يقنع الدكتورة إن هي تمثل في المسرحية النهاردة، لكنه بيطلب منها إن هي تاخد أي علاج مسكن للألم وترجع لهم قبل ما يبدأ العرض. فبتطلب إيميلي من أبوها إن هو يروح بيهم لأقرب صيدلية علشان تشتري مسكن للألم. وهناك كوبر بيتصل بكيلي وبيحكي لها على كل اللي حصل معاه ومع الولاد، وبيقول لها إن هو هياخد الولاد ويروح بيهم على مدرسة تعليم القيادة علشان أنطوني عنده معاد في اختبار السواقة واستخراج الرخصة، فبتقول له إن هي هتحصلهم على هناك. وبعد شوية وقت بيوصل كوبر وأولاده لمدرسة تعليم القيادة، وهناك بيتصل بيه واحد من شركة تنظيم الحفلات وبيقول له إن هو وزميله قدام البيت لكن مفيش حد موجود. فبيعرفوا كوبر إن هو سايب لهم بوابة الحديقة مفتوحة وبيطلب منه يدخل ويعمل التجهيزات لحد ما حد يرجع البيت. وبعدها بيركب أنتوني العربية اللي هيسوقها في اختبار القيادة، وبتركب معاه واحدة اسمها سوجز وبتقول له إن هي اللي هتختبره. فبيتحرك أنتوني بالعربية وبيكون ماشي تمام وبيسوق كويس، لكن فجأة تليفونه بيرن وبتكون سيليا هي اللي بتتصل بيه. فبيرد أنتوني لكن سوجز بتزعقله لأن اللي بيعمله ده غلط. فبيتخض أنتوني وبيفقد سيطرته على العربية وبيخرج عن الطريق وبيخبط في حاجات كتير على الرصيف لحد ما بيوصل عند نقطة النهاية، لكن باب العربية بيكون سبقه على هناك وبتكون العربية اتكسرت جامد وأنتوني بيسقط في اختبار القيادة. وبعدها كلهم بيتخانقوا مع بعض، لكن ألكسندر بيطلب منهم يسكتوا وبيقول لهم إن هو بالليل اتمنى إن هم يجربوا يوم الايام اللي هو بيشوفها، وشكل كده عمل عليهم لعنة. والدليل على كلامه ان كلهم يومهم مليان مشاكل وعلشان كده هو بيعتذر لهم وبيعرفهم ان هو هيلغي حفلة عيد ميلاده لحسن تحصل فيه مصيبة، لكن كلهم ما بيصدقوش اللي هو بيقوله. وامه بتعرفه ان هي دي طبيعة الحياة ودايما في يوم حلو ويوم وحش. وهنا كوبر بيشجعهم كلهم يكملوا يومهم بكل تفاؤل. فبعدها بيروح على محل البدل اللي انتوني حجز عنده بدلته اللي هيروح بيها الحفلة، لكن انتوني بيتفاجئ ان صاحب المحل بيقوله ان هو ادى بدلته لزبون تاني بالغلط وبيديله بدلة تانية غيرها علشان يحضر بيها الحفلة. وبعدها كلهم بيروحوا على المسرح، وهناك ايميلي بتجري بسرعة علشان تغير هدومها. وبيجي وقت العرض وبتكون ايميلي تحت تأثير مسكن الالم وبتطلع على خشبة المسرح قبل ما يجي معاد دورها، وبتفضل تضحك وتهزر وتشاور للجمهور وبتبوظ الديكور كله. فبيضطر مخرج المسرحية ان هو يلغي العرض كله. وبعدها بتقعد ايميلي حزينة في غرفة الملابس، فبيروح لها ابوها وبيوسيها، لكن إيميلي بترجع على هدومه. وبعدها أصحاب الشركة بيتصلوا بكوبر وبيطلبوا مقابلته حالا، وبيوصفوا له عنوان مطعم صيني هم موجودين فيه وبيطلبوا منه ما يتأخرش عليهم. وبيكون كوبر هيلغي المقابلة علشان هدومه بايظة، لكن ألكسندر بيديله قميص القرصان علشان يلبسه وما يضيعش فرصة الوظيفة عليه. وبعدها بيروحوا كلهم بالعربية على بيت سيليا صاحبة أنتوني علشان أنتوني ياخدها ويروحوا حفلة التخرج، لكن سيليا بتكون متضايقة جدا من العربية اللي هي ركباها. وفي الوقت ده بيوصل كوبر للمطعم الصيني، وكوبر بيقابل اصحاب الشركة وبيكون كوبر مبسوط جدا وفرحان لان اصحاب الشركة وافقوا ان هو يشتغل معاهم. ومن كتر فرحته بيولع في كم القميص، لكنه بيلحق يطفي النار قبل ما تولع في جسمه كله. وفي الوقت ده بيكون في مجموعة من زمايل سيليا موجودين في المطعم بالصدفة، وبيكونوا رايحين حفلة التخرج بعربية ليموزين. فبتطلب منهم سيليا ان هي تركب معاهم، فبيوافقوا وبتفرح سيليا جدا وبتطلب من انتوني ان هو يجي معاها، لكن انتوني بيرفض وبيطلب منها تروح الحفلة معاه في عربيته. فبتتكلم معاه سيليا بطريقة وحشة وبتشتمه هو وعيلته، فبيقطع علاقته بيها وبيرجع لعيلته. وبعدها كلهم بيرجعوا على البيت، واول ما بيفتحوا الباب بيلاقوا تمساح واللي بيكون موجود في البيت مع مجموعة من الحيوانات الاسترالية، وده كله علشان حفلة عيد ميلاد ألكسندر. وهنا ألكسندر بيكون طاير من الفرحة وبيشكر ابوه وامه على المفاجأة دي. وبعد شوية بيوصل زمايل ألكسندر وبيكونوا مبهورين باللي هم شايفينه، وبيفضلوا كلهم يرقصوا ويغنوا هم في قمة السعادة. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تقول لنا رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وممكن تقترح علينا أفلام ومسلسلات نلخصها في التعليقات. وما تنساش تعمل فولو لقناة وصفحة عبد عاطف علشان تتابع الملخصات الكوميدية. ويلا سلام.